بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بس بحذرك من إن هو قد لا يؤدي استخدام المبيدات الفطرية الخاصة بأعفان الجذور إلى نتيجة جيدة إذا استخدمت لوحدها بدون مراعاة التعطيش بعد الزراعة مباشرة. النبات ده هو هيعطش، هيعطش، ده مزروع يوم الأربع، تمام، مزروع يوم الأربع، يبقى عدينا يوم الخميس ويوم الجمعة. طبعا مزروع الأربع المغرب بعد العصر بالظبط، فبنحسب له الخميس والجمعة. النهاردة الصبح عملنا له شوية الخربشة اللي حضراتكم شايفينها دهيا، تمام، وبعد كده طبعا حقناه اول يوم، حقناه شجرين قدامكم، تمام، قبل ما نزرعه امبارح واول امبارح اديناه ميه بس. النهارده الصبح عملنا عمليه خربشه، وبعد ما عملنا عمليه الخربشه النهارده بننزل له الخيط، بكره الصبح ان شاء الله بنحط اي مبيض فطري ضعيف، تمام، زي التوبسين ماشي، زي المنقط ماشي، حاجة على الماشي كده، طالما الحمد لله الدنيا عندنا بقت كويسة والنبات ابتدى يشتغل. علامة شغله ايه؟ ابتدى في تجديد في النص اهوت، وانت نفسك شايف انك انت ما كنتش حاطط الشتلاية بالحجم ده هو، تمام. هتقول لي الحرارة عندكم؟ لا، الحرارة عندنا كتير، قد تصل الى فوق 50 النهاردة في الكويت. داخل البيوت المحمية 38، قد تصل في وقت الذروة الى 40 في البيوت المحمية برضو، يعني تمام. فما تقوليش بس اصلا عندكم الجو مكيف والكلام ده، بوقت الذروة الدنيا بتبقى صعبة بصراحة، تمام. فإذا كنت فاكر انك انت هتحط برضو المبيدات الفطرية وتقعد تدي في مية 24 ساعة والوضع ده هينفع، لا الكلام ده مش هينفع يا جماعة، ما ينفعش خالص انك انت تحط تحقن مبيدات اعفان غالية ومع ذلك انت عمال تضيف رطوبة. لازم تعمل برنامج تعطيش للنبات بتاعك. برنامج تعطيش، شوف برنامج التعطيش ده بيتضمن ان هو يحصل له ايه، ان النبات انت ما انت شايف تحته اي مية خالص او اثار مية بسيطة بس، بحيث انك انت لو ابتديت تنزل مية مية مية، طبعا احنا عارفين الامراض الفطرية ما بتشتغلش الا في الرطوبة العالية، تمام. طيب لو انت عطشت بقى، لو انت عطشت فالرطوبة بتاعت التربة بتقل عندك، رطوبة التربة بتقل عندك، اذا فدورة حياة الفطر بدل ما هي شغالة ما موجود في رطوبة، انت النهاردة قمت منشف، حتى لو في فطر في بدايته قمت انت منشف الارض خالص، فبتقوم دورة حياة الفطر عندك بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها خلل، فما بتكملش معاك. ده المقصود من التعطيش. الفايدة رقم اتنين من التعطيش، حضرتك لما بتعطش المهندسين الصغيرين ياخدوا بالهم القصة دي، اولا ما تخافش النبات اصلا مش محتاج كمية مية كتيرة، ده هو يعني اقل حاجة هتمشيه. وما تخافش لو وقت الظهر حصل ذبول مؤقت وتلاقي الورقة دي نامت شوية، برضو ما تخافش من اي حاجة، خلي قلبك زي الحديد، خليك اسد، ما تخافش خالص، تمام. اللي خاف من قرص النحلة مش من حقه ياكل عسل، فما تخافش من قصة ان الذبول مؤقت. الذبول مؤقت ده نتيجة ان النتح من هنا اعلى من الامتصاص بتاع الجدر، فبالتالي النبات بايه؟ النبات بيبدأ يهدى شوية او بيقفل الصغور بتاعته وينام شوية لحد ما يبدأ الجو يرطب حواليه، بتبص لأي فرد تاني، ودي حالة بنسموها ذبول مؤقت، دي بتبقى ممتازة جدا للنبات، لان النبات لما ما بلاقيش مية تحته بيضطر الجدر يشتغل، لان اي كائن حي زي ما قلنا قبل كده عنده حب حياة، ماشي. حتى النملة قالت ايه؟ قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ليه؟ عشان سليمان ما يدسكم، صلحت منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دي الـ اي كائن حي بيحب الحياة. فالنبات لو انت ابتديت تقرص عليه في المية وتمسك عليه في المية من بعد الزراعة، طالما الشتلة بتاعتك سليمة والارض بتاعتك سليمة، يبقى ما تخافش منه خالص، هتبص تلاقيه ما شاء الله الجدر ابتدى يدور على المية، والنبات يدي اشارة للجدر يقول له احنا هنموت يا عم، حاول تعمل استطالة كده وتبحث عن المية، فتبص تلاقي الجدر عمال بايه؟ بيبحث عن المية. بحثانه على المية ده بيعمل مجهود للجدر، يعني بيعمل استطالة للجدر، يعني بيزود عملية الامتصاص بتاع الجدر
الجدر نتيجة الزيادة في المجموع الجدري، لأن في جذور جديدة ابتدت تطلع، بالإضافة لبعض كمان الجذور العرضية اللي هتطلع لك مش من الكمبوستاية اللي انت حطيتها ديت اللي هي واخدة النبات، لا ده في جذور عرضية هتبدأ تطلع طالما انت عملت عملية الخربشة دهيت. تمام، يبقى احنا زرعنا يوم الأربع، تمام، يوم الأربع بعد العصر مالناش دعوة بيه، الخميس والجمعة ما عملناش حاجة، النهاردة السبت خربشنا جنب النبات زي ما انت شايف كده، تمام، والصبح حطينا مزول ملوحة بعد الخربشة ودينا 3 دقايق مية بالظبط، ان شاء الله بكرة الصبح بنحط منحق مبيد ضعيف بتاع فطريات وليكن حاجة من الحاجات اللي هي ضعيفة هيت. بسم الله ما شاء الله عندك النجاح، الشتلة نجحت، مفيش حتى حاجة يعني مريحة هيت زي ما انت شايف الخط من أوله لآخره، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بنتمنى ان احنا نعمل برنامج تعطيش للنبات، وبنتمنى ان احنا ناخد في بالنا ان مش كل حاجة برضو انك هتضيف مبيدات فطرية ان الامور هتمشي معاك كويسة وما عندكش ادارة جيدة لا للنبات ولا للري بتاعك ولا للعمليات الزراعية بانتظام، ما فيش عملية تسبق التانية، وعينك على النبات، اي تغيير فيه يبقى لازم تقعد وتقف مع نفسك واقفة كده وتشوف الدنيا فيها ايه. النبات لو مش محتاج مية ما تديلهوش مية، النبات مش محتاج مية ما تديلهوش مية، لان دي مضيعة للوقت وللجهد بتاعك والنبات هيطلع مش مظبوط. لازم تدير النبات بتاعك من الاول للاخر صح. شكرا لحضراتكم.